السلام عليكم. هذه القصيدة انضمها جدي سلام كوهين الله يرحمه زيخونو لفغخا، اللي حكى فيها حسرة واحد الرجال مع مراته وشكوته قدام الحخام ديال الكهيلة. هذه هي قصات بزاف ديال الرجال، ولكن لهلا يختي علينا النساء. نشكي ونعود لك شي كلام، شوف كيف جرالي نعطيك الخبار. المرة طهرتني بالغاوض والخصار، في الدار معاها مقدر نهضر. عيت من المحن معيشتي طلع، كل يوم فرجة قدام نهضر. لو جبرت نطلق هاد بنت
عودوها حبيبة غدبت يمن
القلب لا يطول هذا المجال ما زال حي.
حي مازال ما نسمحش